ووصلنا لفقرتنا الأخيرة بمشوارنا الصباحي لليوم. رح نحكي أكثر عن المنتجات التجارية، ويقال إنها هي طبيعية يلي بتعمل على إنقاص الوزن ويمكن معالجات عديدة وكثيرة. رح نحكي عنها، هل هي بتأثر بالسلب؟ سوق الإنترنت اليوم قديش عنا ثقة فيه؟ إذا كان في غلط وين منودي جسمنا؟ بأي متاهة من فوت؟ رح نحكي أكثر بالموضوع وموضوع الخلطات الطبيعية مع الدكتورة ثواب الغبرة، أخصائية تغذية. صباح الخير دكتورة. صباحكم يا أهلا وسهلا. صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. النت مليان إعلان منتجات، بدك تخسري 7 كيلو بشهر، 6 أيام كمان، 3 أيام كمان، واحذروا التقليد، يعني دعايات بالجملة مثل ما بيقولوا. وعم يتروج لنوعين من الأدوية، حارق للدهون، قاطع للشهية. في هيك شيء أدوية صحيحة؟ هلا في قاطع الشهية صح، بس حرق الدهون يعني مصطلح في جدا جذاب، يعني طبعا التجار والأمور حتى العالم الصيدلاني كلياتنا بنحرص انه بدنا شيء سريع. خلق الانسان عجولا، هي النقطه، هي غريزه البني ادم، استغلتها الشركات التجاريه والقصصي. بس هل ممكن في يعني انا اذا اكلت مثلا صرت اوزي واخذت بعدها حبه يعني تتبخر مني مثلا؟ ما حيزبط هذا الحكي. اي انسان عنده مخ، عنده توازن منطقي باموره، هذا الحكي ما حيكون. هي الدهون انا كسبتها بسنين وايام، هل هي رح تتبخر بحبه والقصص هي؟ في قطع شهيه، وهلا حنحكي عن الاليات الاساسيه لاخراج الدهون من جسم الانسان. في عنا عمليات ايذابه للدهن، في عنا عمليه حرق للدهن، في عنا عمليه انه اقلال الماده هي عن طريق التحكم بماده اسمها مركز الشهيه. فهالقصص هي كلياتها في هلا حنصنف هي الادويه، وما بخبي في منها فعال بس في منها مؤذي جدا. يعني كل هالقصص هي بتلعب على عملية اني انا بالنسبة لي انا شلون بدي انا احاول اخسر هالدهون باسرع وقت ممكن. وحنحكي كلها هلا ونصنفها بالتفصيل الممل، رغم انه في منها بعضها مفيد، يعني تصوري انه بعضها في مفيد، بس حنحكي وننبه العالم كيف تسأل الصيدلاني. وانا بفضل انها تنشرها من مراكز موثوقة مو على النت، يعني مو انه جارتي نحفت عليها 15 كيلو انا اروح فورا ابلعها واخذها وهالقصص هي. وبيقارنوا النساء بعضهم ببعض باختلاف عدم توازن اوزانهم، يعني وحده تلاقي حالها وزنها 70 كيلو بدها تنزل لل 60، بتروح بتقارن حالها بجارتها اللي وزنها 105 بدها نزلت فيه لل 90 كيلو، وبتقول ليش هذا المنتج ما نزلني؟ وعدم مراعاه نظريه النسبيه بهالقصه هي كلياتها، يعني هي كل الامور هي بدي نبه النساء خاصه النساء، لانه هجوم هي المستحضرات على يعني هي اللي بتهاجمها هي المجتمع النسائي. دكتورة مثل ما ذكرتي انه الافضل نشتريها من مراكز مختصة لهي التركيبات، ولكن اذا اتجهنا الى الصيدلية الى البزورية بدنا نعمل نحن خلطة، لوين نتجه؟ شو هن المواد او التركيب يلي او التركيبة يلي لازم يكون فيها هي المادة هي بتنحف؟ اما اذا وجدت هي المادة مادة ثانية ممكن تأذي. هلا شوفي، في عنا منصنف عملية إنقاص الوزن بهدول المستحضرات اللي بتعمل على إنقاص الوزن على 3 أصناف نوعا ما، يعني قد ما نقدر نقربها لمخ مشاهدنا الكريم. في عنا مستحضرات اللي هي قطع شهية مثل ما حكيتوا بالبداية. في مستحضرات بترفع الميتابوليزم، يعني بترفع الميتوكوندريا بالخلايا، أيوة الاستقلاب. وفي مستحضرات عندك ياها ملينة، منضيف أهم مستحضر رابع اللي هو هذا اللي حنحكي عليه هو المفيد، إنه هو مدر صفراء، وهذا الإدرار الصفراء كتير مفيد بجسم الإنسان، إلا الناس اللي عندها شوية مشاكل بحص بالمرارة، يعني في كل الوحدة في كل حالة في محاذير. هلا معظم التبعات البزورية والعطارين والهدول بيروحوا على العامل الملين اللي هي الملينات. الناس اللي عندها مين تستفيد منها؟ الناس اللي عندها امساك شديد، خروج الوجبه عندها صعب من امعائها، لانه اذا ما طلعت لبرا بتفوت لجوا وبتبلش السموم، هي بتستفيد منها هي الاصناف. الاصناف اللي عندها شهيه عصبيه بتستفيد من قواطع الشهيه، لكن انا بحذر الناس اللي عندها مشاكل اكتئاب من هي الادويه هي بالذات، واللي عندها ضغط، اللي عندها اللي بدها تروح تتجه لادويه قطع الشهيه وعندها ضغط او اكتئاب تبعد عنها الصنف. تلاقي شيء صغير حجم معدتها غير هذا الاسلوب.
الأسلوب الثالث اللي هو نحن منقول عنه يا هو عدم إدخال الدهون للجسم عن طريق إنه تثبيط أنزيم هو بيفوت الدهون داخل الجسم، وهي غالباً ما بتلحمس على الجسم لحمسة لأنه ما بتقرب على الدهون الداخلية، بتقرب على دهون الوجبة، وغالباً بينقص الجسم فيها فيتامين دال وإي وكا. هدول الناس اللي عنده مشاكل فيتامين دال ونقص كلس وهدول يبعدوا عنا هاي الأصناف. أهم نوع لتنزيل الوزن بشكل حقيقي بالفعل هو إدرار الصفراء، يعني أي نبتة قادرة على أن تدر الصفراء، الصفراء يخرج منه أعظم سموم جسم الإنسان بالمذابب الأوساط الدهنية، فهي بتلاقي لينت أمعائك من خلال دهنك. نحن هي اللي منحب أنه شوي نساعد مريضنا فيها بالدايتات. الأشياء اللي هي بترفع الحرق غالباً مستخلصات الشاي الأخضر والكافيين والهيك، كمان عندنا مشاكل فيها إذا كان عندي النبض مرتفع، إذا كان عندي ارتفاع ضغط شرياني، بس هي كمان بترفع عملية الاستقلاب نوعاً ما. بس أنا رح أعطيكي مثال بسيط على شغلي، أنه ممكن مستخلصات هاي الأدوية تبع الشاي الأخضر والشاي الأحمر والكافيين والنسب العالية تحرق مثلاً بهاي الحبة هاي تقريباً 20 كالوري، أعطيت شوكولا لحالة فيها 300 كالوري. يعني بدي كون متوازنة مع أموري، أعرف أنا شو بيناسبني وروح أتوجه عليه، مو غلط المساعدة، بالعكس نحن بعصر العلم وبعصر إنه نحن نساعد بعضنا لاختصار المراحل وتشجيع الموضوع. وعالم الرجيم عالم كئيب، يعني ما بخبي عليكم، واحد بده يعمل رجيم بتلبسه الكآبة من قبل ما هو يشمه للرجيم حتى لو كان شيء وازن جسمه. مجرد انك بلشي تمنع الانسان من اي شيء ببلش بقى نفسه هو اللي يطلبه. فنحن منقول انه هاي الاشياء مساعدة نعم، بس لا هي مو الفرض، هي السنة. يعني ممكن انك بس شيء تعرف تناقش الصيدلاني اللي عم تشتري منه، المختص اللي عم تشتري منه، مو يجي حط طربوش هذا على راس هذاك، في تفشل العملية كلها من بابها لمحرابها. طيب دكتور حكيتي كلمة، كيف بدنا نتحكم بمراكز الشهية عنا؟ كيف ممكن نحن نتحكم بالأدوية قطع الشهية ولا لا ممارسات غذائية معينة؟ كيف طيب ممكن مركز الشهية بجسم الإنسان قريب جدا من مركز الاكتئاب، ولمعلومات الواحد وقت بياكل شغلة بيحبها تفتح بيفتح المزاج تبعه فيها. تمام، الناس اللي بتلاحظي سبحان الله هاي المركز هذا بيعطي كثير شغلات نواقل عصبية للجسم بشكل بيزداد تركيزه وهالقصص. اللي بنقدر نتحكم فيها بالشهية فينا نحن نعمل خدع سينمائية على الشهية. تمام، كثير هي بعلاقة وطيدة جدا مع رأس المعدة، يعني هن الاثنين اصحاب جدا. رأس المعدة عندي اياها فيها نهايات عصبية هي اللي بتشتغل مع مراكز الشهية. فينا بكل هدوء مضغ اللقمة بكل سهولة عندك اياها اكثر من كذا مرة، يعني انا اكل عم باكل اكل بحبه بس انا على اقل من مهلي بمضغه. هاي العمليه بتعطي اشارات انه هذا عم ياكل، عم ينزل لك. خلال نص صحن ممكن انت تقفلي مراكز الشهيه وتخدعي المركز تبع راس المعده ليعطي اشاره للدماغ انه هو شبع بعمليه المضغ. هاي اول رقم. الرقم الثاني الغدد اللعابيه، اي هلا انا ما عم شجع العلكه يعني وهالقصص هاي كلياتها، بس الفكره في بعض الاحيان نحن بنلجأ لهذا الموضوع. في اخصائيين بيقولوا لك لا هي بتشجع لا تلهي تمك باي شيء معين، كثير بتسكر مراكز الشهيه. النقطه الثانيه اللي بدي اقول لك عليها انه احد الاشياء اللي بتسكر مراكز المعده وبتسكر مراكز هي القهوه قبل الوجبه. القهوه والكافيين قبل الوجبه بتسكر مراكز الشهيه حتى ما تاكلي كميات عاليه، لكن غالبا ما بتمشي بالناس اللي عندها شهيه خرافيه. الشهيات الخرافيه بنشوف نفسيتهم، هل هي شهيه عصبيه، هل هي شهيه مركزيه. عندنا انواع شهيه كثير، نحن باللي ما بنقدر ناخذ لا نعطي لواحد عنده شهيه عصبيه تكون نعطيه نفس الاكل للناس اللي عندها شهيات قرحه. يعني في ناس عندها انه بتطلب الاكل بس ما تفور معدتها، يعني هي القصة كثير مهمة. في ناس الشهية عندها ياها بسبب عندي ياها ارتفاع الأنسولين من مرض السكري، فهذا مو لعبة هي القصة، حط شهية هاد مثل شهية هاد. فهي كثير أشياء محاور فيها منفوت عليها بالضبط. هلا بس بدنا نعطي شيء وصفة سريعة يقدروا يحضروا حبوب تنحيف لأخواننا المشاهدين حتى يستفيدوا من كل هالحلقة. أنا بلاقي في مادة نحن عنا ياها اسمها القرفة، مادة القرفة طبعا للناس اللي ما عندها ضغط، هي
مادة القرفة ومادة بودرة الفليفلة الحمراء مادة رائعة فيها مادة اسمها الكبسين لشيء اسمها عملية رفع استقلاب الجسم. وفي مادة كمان نحن مضرة للصفراء نحن بنقول عنها هي مادة القريص عنا إياها مادة جدا رائعة لمرضى الضغط اللي بدهم ينزلوا وزنهم لأنه معظم الأدوية تبع التنحيف ترفع الضغط. هدول المواد رائعين في حال انمزجوا وتعبوا بكبسول ونشربوا. تماما دكتورة، بس خلينا نحكي هي الفكرة. مثلا هلا بتلاقي يعني معظم السيدات ماسكين القرفة البودرة وعم ياخذوها، يعني الشيء الكثير هو مضر ولا لا؟ هو كل ما اخذنا اكثر، شوفي ما حيقدروا ياخذوا اكثر من كميه معينه. هلا فينا نحطهم بالشاي ولا فيها تكون دمج؟ فينا، شوف في المستخلص المائي يختلف عن مستخلص المسحوق الباودر السف. هلا الفكره الاساسيه حالات اني انا بدي اجرب هذا الموضوع عندي اياها، مو غلط اول شيء بالبدايه اخذها كمستخلص مائي، بس الماده اللي يعني اللي بتعلي جدا جدا عمليه الباودر اكثر، يعني بلاقي تركيزها على مناطق عندي اياها تصريف الوجبه الحرق الهي اعلى. بس برجع بعيد فكره انه هي ما لها كافيه ابدا، يعني اذا ما عرفت انت كيف تتعامل مع الطعام مع كيمياء الطعام، عندك كيمياء بدمك وكيمياء بالطعام، هدول اذا تجانسوا اذا تالفوا عندك اياها خزنوا لك جسمك، تخزنوا بجسمك. اذا عرفت انت كيف تستقلبهم الجسم لازم ياخذ طاقه الاكل ويزت الباقي لبرا. اما نحن عم ناكل اكل نحن بنخزنه جوا ما عم نعرف نستخلص طاقته، وهون بقى بيصير عندي مشاكل التخزين. انت فوتي على بيت مرتب ما احلى ما في كركبه، فوتي على بيت مكركب كيف تتعاطي معه؟ اكيد عندك يا في اعاقات، يعني هالعمليات الوظيفيه تماما كيف اساسا شيء مرتب بالجسم كل واحد عم يعمل شغلته. كمان للجسم اذا صار عنده شغلات فيها مخزنه زياده عن اللزوم بتعمل عمليه اعاقه لوصول الدم اللي حامل الاكسجين اللي بده يعمل لكل واحد وظيفته. فهون بقى بتصير هاي المشاكل والقصص هاي، فهون بقى. طيب نصيحه ذهبيه سريعه بجمله واحده لموضوع قطع الشهيه اذا بدنا نقول ذهبيه بدنا نقول نصيحه ذهبيه. صباحا مي ودافيه مع عسل وليمون عندي اياها. والنقطه الثانيه عندي اياها ناخذ كبايه مي قبل كل وجبة بساعة، بعدها عندي اياها قرص فيه موجود فيه عندك اياها شغلة فيها من بن القهوة مع القرفة. القرفة والبن مو طيبين ابدا طعمتهم، لكن اذا انت مزجتيهم معلقة سف وشربتيهم سكروا لك المعدة ونزلوا الانسولين، فبتلاقي كمية الوجبة اللي بعدها قلت. ان شاء الله يستفيدوا منها. ان شاء الله. نحن كثير بدنا نشكرك دكتورة، شكرا كثير لك ويسعد صباحك. صباحكم يا رب. شكرا كثير لك دكتورة. يا سلام، 100 اهلا وسهلا.